Musicalia Maroc. Casal, c'est un opticien optométriste. Il a adopté une expérience très importante dans le. C'est Jamil, on a entendu les multinationales ou les groupes plus grands qui viennent et qui viennent avec nous aujourd'hui et qui choisissent, par exemple, comme début l'Aïon. مناسبة كبيرة في مدينة العيون في منطقة اللي عزيزة لنا بزاف والتي شرفنا أننا نحضروا لها باش نعنوا فيها انطلاقة أول محل نظاراتي أوبتيكاليا في العيون وهذا تشرفنا بطبيعة الحال لأن تعطي انطباع على التطور وعلى ما وصل إليه قطاع البصريات في المغرب الشيء اللي خلى ان العلامات العالميه تهافت على المغرب من اجل استقطاب هذا البلد وبالتالي تخلق راسها مكانه في المغرب ومن خلال المغرب سنحاول ان شاء الله اننا ننطلقوا نحو افريقيا دونك اليوم تنساهموا او تنحضروا باش نساهموا في انطلاقه اول اوبتيكاليا المغرب في مدينه العيون. اليوم كنتواجدوا في اللقاء اولي لقاء اللي يعني نظمته اوبتيكاليا ماروك هذه العلامه التجاريه الدوليه واللي حضرت معنا الاداره الوطنيه الاداره العامه ديالهم في مدينه العيون اللي اعطى الانطلاقه الاولى لاول يعني متجر او محل بصريات ذات العلامه الدوليه. نتمنوا ان هاد المبادره انها تنخرط في اطار تقديم واحد الخدمات يعني متميزه وصحيه لساكنه جهه العيون الساقيه الحمراء.